الأهلي يؤكد صدارته لقمة الدوري ويهزم إنبي 2-0 بكل سهولة، والشوط الثاني مهرجان للأهداف الضائعة. كابتن شريف ألف مبروك للنادي الأهلي. مبروك، 3 نقاط مهمين جدا زي ما اتفقنا. حط أول قدم بقى خلاص ويبعد إن شاء الله ويخلص الدوري قبل نهاية الدوري بإذن الله بماتشين 3. 3 نقاط مهمين بخبرة لعيب النادي الأهلي، بتحركات لعيب النادي الأهلي النهارده، بسرعة لعيب النادي الأهلي وحالته البدنية. ولكن هناك أكثر من فرصة كانت ممكن تعمل احتفال كبير قوي النهارده بست سبع ثمان أهداف. 8 فرص الشوط الثاني بالظبط. 8 فرص. لا يعني لو لاعب ركز شوية ونازل من بره لجوه وشايف الملعب والفرقة اللي قدامه محبطة ومسلمة الدنيا، تقدر أنت تعمل لنفسك كام باك كويس جدا يخليك في وسط الفرقه ويخلي الجهاز الفني كله يبص عليك. بنتكلم عن كندوسي، بنتكلم عن طاهر، بنتكلم عن قفشه، في حالات كتير قوي حصلت ساعه ما نزلوا عملوا طفره ومسكوا الملعب. حقيقه تحركات ديانج النهارده بتدي فرصه كتيره قوي للعيبه اللي حواليك، انت انك انت تطلع لقدام، تطلع كوره لقدام، تحاول تمتع نفسك. انا مش هقول حاجه تانية. يعني انت نازل تلعب كوره مش نازل تعمل اي حاجه. مش كلامي معناه ان احنا كنا وحشين او اللعيبه دي كانت مش كويسه، لا، لكن عندكم فرص كبيره جدا ومساحات كتيره جدا مفتوحه في الملعب، تقدر تخلص على الفريق اللي قدامك باكتر من هدف، تقدر تخلص على الفريق اللي قدامك بخمس ست اهداف. فليه لا؟ ليه ما تطمعش لنفسك؟ وبعدين بتجيلك فرص صريحه منك للجول. يعني فرصه طاهر دي كمان، يعني عايز ايه طاهر تاني؟ انت لما بتيجي نقول لحد وانت راجع من اصابه، انت كنت لاعب نمره واحد بالنسبه لكولر المدير الفني، المدير الفني بناء كان بيعتمد عليك انت وقفشه اعتماد كلي. فالنهارده لما تبقى في اصابه وترجع ما بنطلبش منك تعمل كل حاجه في الكوره، ولكن الكوره بتخدم، الكوره بتدي لك، لان تبقى انت اقل شيء تقدر تعمله انك تبقى مركز. كذلك قندوسي، مش معنى ان انا ما لعبتش من اول مباراه ان انا لاعب بديل او لاعب، لا، دي ما بقتش القاعده عندنا في الفرقه عندنا. لا، انت بالحاله البدنيه بتاعتك، بالجو بتاعك العام، بالتدريبات، انت بتجبر الجهاز الفني ان هو يعتمد عليك. النهارده لقيت نفسك ما ابتديتش، بكره هتبتدي. طب ليه ما ابتديش وانا جايب جولين الماتش اللي فات؟ او احمد عبد القادر يزود الحصيله كذا مره، بيخش جوه وبيعدي من واحد واثنين وثلاثه، لو رايح الكره لواحد تاني جول، لو هو اتصرف تصرف من بدري جول. فهي الحاجات دي اللي احنا محتاجينها في الفتره الجايه بقى، لما انا بعرف اوصل لمنطقه الجزاء كده وبتوغل فيها وبعرف اطلع محمد هاني، والراجل عايز 2 3 يعملوا سويتشات عشان انقي. محمد هاني بقى بيلعبها، وانت لازم بقى تعمل الكاتنج عليها او تقطع على الكوره في انك انت تروح تجيب في الكوره اللي جت اوف سايد. لا، كله كان واقف سليم واتلعبت والراجل خدها بوش رجله. طب احنا عايزين في اللي هي مش اوف سايد نعمل الحركه دي ونعمل الشكل ده. علي معلول كالعاده الحقيقه راجل رمانه ميزان، بيمسك الكوره هو وديانج. مروان عطيه وحمدي فتحي عملوا كل اللي عليهم. كويس ان افطن مارسيل كولر ان هو يخرج اللعيبه دي ويدخل اللعيبه دي. كان لازم علي معلول اول واحد يطلع من الملعب عشان يريحه في الفتره اللي جايه دي. بنبارك لمصطفى شوبير ان احنا شفناه بقى اخيرا في الملعب. برافو علي لطفي النهارده، ثبات بعده ثبات. وارلك لو كان جاله شد ولا اي حاجه، هو مسك الخلفيه. معلش يعني، بس هو ما جالوش حاجه بصراحه. يعني النهارده الراجل ماسك ال 18 بتاعه ومفتح عينيه كويس قوي، كورتين بس اللي راحوا له صد واحده والثانيه. جملة كده المباراة كلنا اجمعنا ان الاهلي في ايده في اي مباراة بيلعبها انه يحرز الهدف الاول، انتهت المهمة بالنسبة لك. صحيح. فالنهارده كنا نطمع ان يكون بعد الاداء ده والتحركات ده والجري ده نبقى عندنا حصيلة اكتر من 5 اهداف. مبروك. ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. ان شاء الله.